نعم بارك الله فيكم. آه هذا السائل يقول ما حكم التيمم مع وجود الماء؟ لا يجوز التيمم مع وجود الماء الا في حالتين، الحاله الاولى اذا كان لا يستطيع استعمال الماء لمرض ونحوه فانه يتيمم. والحاله الثانيه اذا كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته وطبخه وشربه ووضوئه فانه يوفر الماء لحاجته ويتيمم بالتراب للصلاة، والحمد لله، نعم.